بس هو زي ما حضرتك قلت، يمكن في الكوره الحديثه بيعتمدوا على فروت صريح، هو راس حربه صريح. النهارده فايلر بيعتمد على اثنين، باتجي ومروان محسن. دي برضو الطريقه اللي انت بتفضلها دلوقتي، لانه احنا عندنا اصابات وعندنا ايقافات ولازم نتصرف يعني. ولا يعني لو كنت مكان فايلر كنت تفضل اي طريقه؟ كل مباراه ليها الطريقه والاسلوب بتاعها. دايما فايلر واقعي في اسلوبه، دايما بيشوف الادوات اللي تحت ايده، الاصابات اللي عنده، اللي ممكن الطريقه اللي يلعب بيها قدام المنافس، فدايما بيحط التشكيله اللي هو شايفها من وجهه نظره مناسبه. طبعا اتنين مهاجمين بتدي طبعا يعني كثافه هجوميه اكتر، بتخليك تعمل ضغط اكتر. وتخيل بقى لما كنا احنا بنلعب تحتينا محمد ابو تريك مثلا، يعني انت قدام الجون على طول، مجرد انت بتبص له كده في عينين انت عارف هيحط لك الكوره فين، فيعني كان امكانيات عاليه. لكن فايلر دلوقتي ما شاء الله ماشي يعني بخطه ثابته. لما بيلعب بمهاجم واحد تلاقي النادي الاهلي بيسجل، وبيسجل برضه عدد من الاهداف كبير. بيلعب باثنين، مروان وباجي برضه بيسجل، فده شيء جيد ان لعيبه النادي الاهلي تكون متحفظه كذا اسلوب وكذا طريقه.